باش تكون ليجند لازم تخلي بصمة، باش تخلي بصمة لازم تولي مشهور، باش تولي مشهور لازم يكون عندك بزاف انترنت، باش يكون عندك بزاف انترنت لازم يكون عندك عرض اسطوري. العرض الاسطوري هو جيزي ليجند ب 2500 دينار، استفاد من 100 جيجا انترنت ومكالمات غير محدوده نحو جميع شبكات النقال والتابع في ذو. مع جيزي ليجند انت هو الاسطوره. كي تكوني صغيره كاع يحبوا يلعبوا معاك، بصح انتي حابه تلعبي غير بهاد الجوي، دوك تبدا المغامره. وقيلة رايحه بترفتك، فوالا لعبيها راقده، روحي حاجه ما تحبسك، راكي قريب تلحقي. ماشي وقتها زيا كاين كان بيبي، الحفاضات الوحيدة بتكنولوجية ليكلوك، توفر حواجز أمامية وخلفية مانعة للتسرب لتضمن حماية إضافية ضد التسربات. هكذا راحتك مضمونة وعائلتك مهنية. لكل طفل كان بيبي. اليونان صنعوا أحسن ياغورت في العالم، أكثر من مجرد ياغورت، قوام كريمي وناعم ما كانش كما هو. اكتشفوا أويكوس الجديد، الوصفة اليونانية لدانون بنعومته الفريدة من نوعها، على طبقة من الفواكه اللذيذة للحظة متعة تستبنها وتشاركها. أويكوس، أفضل وصفة لدانون في العالم. اكتشفوا الآن أويكوس الجديد بقطع اللوز، نعومة وحدها وبنة ما كاش كما هي. احنا لزالجيريا مصغرنا طموحين، بإرادتنا نبنو مستقبلنا، نطيحوا نوقفوا شاننا دايما وقفوا، هكذا كبرنا فرحتنا عمرها ما تنقص مهما واش صرا. احنا ديما نخمو للقدام بلا ما ننساو منين بدينا واللي تربينا عليه من صغرنا. حتى ولينا شاطرين وديما نفتخروا بشطارتنا، نجربوا نعاودوا حتى نتعلم، وما نكونوش دي سالجيريان تاع الصح بلا لمتنا العزيزه. خلينا نعيشوا كل لحظة مع أحبابنا ونخليوا ليطاش على أومو. أومو، عيشها كيما تحب. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كان بيبي. لكل طفل كان بيبي. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أويكوس، أفضل وصفة لدانون في العالم. باش نعيشوا كل لحظة مع أحبابنا ونخليوا ليطاش على أومو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أومو. أومو، عيشها كما تحب. مع جيزي ليجند استفيدوا من 100 جيجا انترنت واستمتعوا بسهراتكم الرمضانية.
واو شكاين؟ شكون هادي؟ سلام مدام. ما كاش سلام. اش كاين؟ عقلها توقار. كل قطرة الدم هودت من ولدي غادي تخلصها غالية. بو سمحي لي، تشكون؟ أنا فاطنة بنت زياني، أنا أم اللي حقرته ذليته. شكون؟ أنا أم عيسى زياني. عيسى صاحبي نبغي بس غلط في الخدمة وخلاص. أنا اللي نحاسبك في الدنيا قبل ما يحاسبك في الآخرة. أيا بركي قلع قلع يا حبا قلع. لا لا انا مبلع. مالك؟ وليش تخاف؟ قلت ما تحشمش انت ممكن تشوف الغاشي. الغاشي بعد ايش بيهم يعرفوا ماذا بيا كاع الناس تعرف. من الحاجه اللي خايف منها خايف بوك بلي يعرف بلي نخرجوا مع بعضنا بعد. ما نخرجوش مع بعضنا، احنا نبغوا بعضنا. باينه بلي نبغوا بعضنا. مي تخلط. جاك فوا نخمم ونقول ديجا بوكي غادي يفهمها، الناس كي غادي تفهمها. الناس ماهيش داخله في قلبي. انت تعرفي، انا نعرف. انت على بالك انا شحال نبغي. انت على بالك بلي انا نبغيك انت. على بالي. خلاص. مي كاين ناس دروك غادي تقول هذا بروفيتا باسكو شغل استعملها باش يكون تيتولار باش يدير هذيك الكونترا تاع بيبليسيتي. الناس ما غاديش تقول باللي هاكا جات من عند ربي ما وبعضهم بعض. الناس غادي تقول هذا بروفيتا. لا غادي يفهموا مع الوقت. ياك. بوك ما شكيتش. انا شو يصير؟ بوك لو كان يعرف غادي يحبس لي كونترا ويطردني من ليكيب باينه. فيك الكونترا ولا انا؟ باينه بلي انتي بصح انا ماذا بيا نبني لافانير وهاد لافانير اللي ما فيهاش انتي ما عندي ما ندير بيها. بصح انتي اللي غنعيشو غايه اللي غنكون فرحان خدمتي تفرحني. كاين زوج صوالح ما غنستغنى عليهم البوله وانتي وعلى بالك بيها سبورسا تقعد خايف. وعلى هادي الهضره هادي ماشي وقتها. انا باقي لي 3 سنين باش نكمل قرايتي وانت لازم ديرنا لافانير. ايه صح 3 سنين 3 سنين تكوني كبرتي. انا اللي كيديك ندبر واحد اخرى 3 سنين. ديك هي واحد ما يقارع لك تجي هكا نقول بوك باين زوج بها ما كاينش بها. تقيني مادام متزوج زوج. ايه لا قبل بويا قبل ما يقبل بويا نقبل انا. تما الا خدمتي تفاليدي بعد نروح عند بوك. يا سهلة كيما هكا يا سهلة خلص عليك قهوة قاطو سير مايك تيغي تعال. صح ان شاء الله ربي يجيب الخير. هذا كاع بابا راك خايف منه؟ اللي خايف انت ما تكونيش معايا ماشي خايف من البوك بوك شي يخوف مسكين. صح. الميساج باللي راه حكيتي المحل ما فهمتهاش تقدري تزيدي توضحي اكثر؟ الحاج وعيسى ما راهمش حابين نقعد هنا في الحومه خلاص حوزوني من الدار ومن الحانوت ما قادريش يضمنوا لا سيكوريتي تاعي هنا. كيفاش ما يقدروش يضمنوا سلامتك؟ علاه الحرب رايحه تنوض؟ ما راهيش حرب بصح بعد ما شوي الصرا مع ولد عزيز طوقا راهم خايفين عليا. معليش حضارات شوف نقدر انا نكمل نخدم مع عماد ومهدي ونسيرفيو عيسى من غير من البعيد ما راح تغيب علينا حتى حاجه. طابت هاشمي انا نحتاجك ثم وين راكي كيما راكي مزروعه في وسطها وراكبه على برا نقدر نكلف بها واحد اخر ويضمنها لي مفهوم؟ لازم لي برك شويه وقت ونلقى حل ونعاود ندخل في نصهم هذه حاله بروفيزوار. ما عرفتيش عيسى على واش راه ناوي؟ مازال ما بين والو بصح راني سيور راهو حايب يفونجي على عزيز طوكار. عيسى
اسمح لي هضرات نقطعك شو واحد روجاي. ريسا 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 خالتي فاطمة؟ شبيتي؟ وش من خير؟ عيسى وينو؟ ما كاش وهنا؟ ما جاش عندكم للدار؟ لا اليوم ما جاش. حبيتي راك انتي قدامك راه قدامك دايما كي راه. لا قلبك خالتي، راه مليح عيسى، ما عندك لما تفهم. راه مليح؟ ايه راه مليح. الحمد لله. لا قلبك. الحمد لله. هذيك الفاليزة واش غير الخير؟ هاكي تلمي في قشك؟ معليش خالتي. ما كتبش المكتوب واني رايحه بصح بيناتنا غير الخير وما نتفكر منكم غير الخير وكثر خيرك على كامل واش درتو فيا. لا بنتي لا لا والله ما راك رايحه فرغ فاليزتك. لا لا خالتي شوفي بالعقل رايحه انا نفرغ فاليزتك. معليش معليش خليني ها عندك انا بنتي معليش معليش خليني شوف لا تعبك راحه خليني انا رايحه تبع حوايج خليني نشتفلك. معليش ما تعليش روحك ما تروحيش مانيش رايحه وراس بنتي. خليها تروح ما مالك جدي شكاين؟ مش راح نقول بنتي الهم اللي جاي أكثر من اللي راح. علاه؟ مشي عزيزتو قراه ريشيرشي؟ شا غادي يصرا زعما؟ روحي شوفي وجه خوك عيسى هذوك تعرفي واش غادي يصرا. مالها عيسى شكاين؟ شوف راح نوصيكم وما نعاودهاش من اليوم ما يزيد حتى واحد يخرج وحده وما تمشيوش في الزنق الفارغ امشي وسط الغاشي هاد الناس ما تعرفوهمش ما عندهمش الرحمة ما يعرفوش ربي هادو ناس مجرمين فاهمين مجرمين. اسمعوني مليح اني وصيتكم ما زيدش نعاودها ما يزيد حتى واحد يخرج الليل راك سامع ياسين تعدي لي ماتش الحاجة انا كي ندير خلينا ملي ماتش هذه الايامات حتى تبان بعض الامور نهضر معاك ودي ياسين. اسمح لي جدي دروك احنا نبقاو هكا نبقاو خايفين منهم الا هما ما يخافوش ربي احنا نولوا نخافوهم احنا غريين صغار نجوا في الدار ونقعدوا. لا جدي اسمح لي انا خدمتي دايره هاك انا ما نسكتش على الحق. شوفي هذه الخدمه تاعك حبسيها أني نهضر معك ما خصناش مشاكل سهيلة. جدي عيسى ما قالك شا فيهم دوك الدوسيات؟ فيهم الدليل الدليل اللي طيح عزيز طغار بربات مالا مين هاك وعلى ما يجيبهم ليش أنا نبارتاجيهم في الجورنال هكا قاع الناس تعرف شوش يكون عزيز طغار يجيبهم لك هادين على شي 12 مصباح شهر يهضر قلت تيدي احنا قد هاد الناس يجيبهم يحطيهم لابوليس ونتهنوا منهم جاكي تشكلي علينا تاني تيا سهيلة حبسي علينا الجورنال ما راناش ناقصين مشاكل. ما على خاطري ولا لاني متحيرة عليك واه عندك الحق صح غلطنا وكثرنا عليك سمحينا ما
معليش حلي الباب وضربينا وديري فينا كاع شي تبغي. ما حنبوك صحا غير حلي نقول لك حاجه ومن بعد عاودي خلقي. ما حل لي الباب. ما كي تبلعوا عليا البيبان بابك انتي دايما محلول، ما تبلعيش عليا ما. ما هالدنيا ما رحمتنيش، رحميني ما. بعدي ربيت الحق، لا مت نموت وانا باغي نجيب حقي، خير ملي نموت وانا مدلول. باغي غير رضايتك ما. ما حلي عليا امي انتي. صاحبي هذا كوما شتكش بعيني ما نأمنش. ياسين شا كدير انا؟ خلي ندير راني نتقهوى انا وصاحبي شا باغي ندير؟ ياسين الله يستر صاحبي، معايا ضيف وما كانش كاع بلاصة، قد نقعد معاكم؟ صامتي غير بقى بها والله وي بحفظك ياسين. ريحوا ريحوا الشاي. الله يحفظك ياسين. ريحي ريحي عرفك ياسين، سيليا وإيمان شيرات. نعرفكم لاستار تاعنا وتاع ليكيب تاعنا ياسين. أوه يا حواس مطر الدعوة، أنا عارف بلي أنا وياك كالقط والفار، بصح في التير أخويا في الفوت. كنا صغار رافيكا هذا الدنيسونس تاعها، هذا المامون ترينر تاعنا عائلة كبير علينا. بشوية 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 فصافا كنا نلعبوا على برا تاع كي خاف تقول زرافه راهي تجري معاك، ومن بعد قال لك اللي نلعب خير منك. على بالي بلي انا بغيتك تاع صاحبي ونموت عليك ياك. هيا سمع اطلق روحك شي سي طارق روحي خويا ياسين. انا نعرف كي نخليك تطلق روحك، واللي ما عنده شاهد نقول لك حاجه رانا فيها شيرات. كي تكونوا مستريسين شكون اللي يخليكم تريحوا غير راك مقريهم ياسين؟ انت صاحبي وخويا ما غاديش نبدا بك صغيرة تحلى ماجي قاري هنا هادي تخليك تروح بعيد وتريح غاية وتخمم غاية
ومين انت صاحبي وخويا باش ما تقولش باللي راه يغشني انا قبلك هيك يا سيدي. شوفي هادي صاليتها كي دايره هادي اني عارفك مهموم هاي ياسين انت ما تقدلهاش غير خليك اللي ما تعرفيش ياسين ياسين قد على كلشي شيرات خير منا هنايا خليك صاحبي سهلة هادي لما ندير والو هذا مسكين مش بيلا بلي هادو سوالها كاع ما يخدم ياخذوا له والو يتخيل مسكين يتخيل تفضل مفاتحك غادي تروحي لدار تاع راجل امك في ميزك ونرحى الروح ليش صبري شويه وقت برك تربي دير تاوي ان شاء الله ان شاء الله يفتح عليك بخدمه خير ان شاء الله هادو ما يسمحوش فيا لا لا خلي عليك نوصلك انا نروح معك يبي لما تقبي تاكسي ما كان لا نعرف الطريق نحط الطريق الكبيرة ونرفع التاكسي يعرفوني ولاد الحومة تعالي في روحك أحلى هلا في روحك عيسى عيسى اقعد معاك حمبوك احلامي اللي اقتروحي مانيش رايحة عيسى خايف عليك حمبوك اللي اقتروحي صحا غي شوية وقت شوية وقت برك مانيش رايحة والله العظيم ماني رايحة مانيش مخليتك وحدك هنا طردني انا حبيت مانيش خارجة قل والله نقول الصح وجاوبني بايه ولا لا والله نقول الصح كنت حس بلي انا راني في الدونجي تروح وتخليني امشي ايه ولا لا 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 انا تاني ما نقدرش نروح اذا تندرب
نضرب معك، بدا تموت نموت معك. اني خايف عليك، صرا لك حاجه نهبل. تفهموا على حاجه، كبيت قعدي اوكي قعدي، من الدار للحانوت ومن الحانوت للدار، وما تخرجيش من حول ما تقولي. صح صح صح. حاجه اخرى، ما تزيديش دخلي روحك، ما تسخسيني وين راني رايح، لا تسخسيني مع ما تلاقيت ولا شدت. صح صح. بتهبليني؟ نهبلك. روحي ريحي. ملك حضارات، عندي طلب واحد اخر. تفضلي. ماذا بيا الضابط مهدي ينسحب من المهمه؟ علاه ينسحب من المهمه؟ ليه؟ لازم ينسحب. زياني راهو شاك في كاش حاجه. انا مانيش حايبه الريسكي بالمهمه تاعنا. هو ينسحب وعماد يقدر يكمل يعس فيه من البعيد كيما رانا موالفين. بصح لا عماد يعس فيه، راني قلت لك بلي عيسى ما شافنيش. شافك ولا ما شافكش راهو حاسس باللي كاين حاجه، وانا مانيش حيبان ريسكي. لكن كاين شك انت تنسحب، هذا ما كان. ضبط مهدي، انت كيفاش يعني خدمتك تخليها وتمشي يعني بامر من زميل؟ انت عندك مسؤوليه عمرك؟ لا راني ناكد لك باللي انا ما غلطتش. حضرات انا نهار تبعتهم وصلتهم حتى الحومه، وكي ضمنت باللي راهم الاز وما كان حتى خطر عليهم روحت. ما كانش على بالي باللي كاين ناس راهم يستنوا فيهم الداخل، وهذه فهمتها ليها. معليش حضرات، هذا الماضي، ما نزيدوش نهضروا على الماضي، احنا نهضروا على المستقبل. المستقبل تاعنا واش هي؟ هو المهمه. المهمه تاعنا نديو المعلومات من عيسى باش نلحقوا لطوغار. انا اليوم راني حاسه باللي كاين فيه ريسك، والريسك هذا هو مهدي، هو اللي راهو في نصه. دونك انا ماذا بيا ينسحب وتكمل لافير هنا. حضرات انا كون نحس باللي كاين ريسك على المهمه ننسحب بلا ما تقول لي هي وبلا ما تقول لي انت. حبسوا عليا اللعب هذا، انا ما قدرتلوش. انا من المفروض راكم مكلفين بمهمه ماشي مكلفين ببعضكم. كل دقيقه جايين كي لقطوا الفار كي لقطوا الفار. هيا تفضلوا. حضرات اش كاين؟ راه عندي عوام وانا نخدم هذا السلك ونخدم في لاروشيرش، راني باغي نكمل هذا لاميزيون حتى التالي. حمبوك ما متزعفيش روحك، عيسى راه معذور. اما خاصك تدعي له، خاصته رضايتك. خلاص بنتي خلاص، صاي راني فهمت، ما بقيتش نعرضه في والو. انا فهمت، راح نعاونه. واما خاصك تعاونيه في مسك. كيفاش نعاونه؟ شرايك نضربك برصاصة؟ هو برصاصة، زوج رصاصات مزوجات على جدك. ها راح تكونكم أرحم من ضرب طوقار. هكا انتوما تهنوا ترتاحوا. فاطمة بنتي، أنا عارف بلي راكي خايفة على ولدك وخايفة على بنتك. أنا ثاني خايف عليكم كاع. طوقار راه تفرعن وتجبر، رانا عارفين. هذا طوقار ما يخافش ربه، طاغية. أنا خايفة يا الحاج، خايفة يقتل لي ولدي، خايفة نسمع طبطيبة في الباب هيجيبوا لي عيسى مرفوض. فاطمة اتقي الله. ما غير راسك داك بعيد، علاه يقتله؟ أنا في غابة؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا،
وما كانش اللي راح نص عمره، والعمار بيد الله ماشي بيد الطغاة. نعمة بالله نعمة بالله. كبدة الحج كبدة ايش نقول لها؟ قتلتني قتلتني قلبي. هذ ولادنا وانتي عارفة كيفاش ربيناهم ياك؟ المال خلاص، عيسى ولدي ما غلطش والبارح ما رقدش، وبيت ليل كامل وانا ندور فيها في راسي. انا ثاني لو كان كنت في بلاصته كنت ندير كيفه واكثر. واحد ما بقى يحمل الحقره والذل، باه الله يرحمه ثاني كيف كيف. سايما حنبوك كولي شويه. ابويا جدك يقولك عندها الحق. كولي يا بنتي كولي. انا منين نشوفها يا ولادي منين نشوفها من ولا من الحاج ما تقول لهش عندك الحق يا الحاج. ولدي 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 الحاج ولدي كبتي الحاج كبتي. لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. خلاص خلاص روح روح يا هداي طمني قلبك صلي ركعتين لله. روح يا بنتي روح وديري ربي في بالك. كيفاش تقولي لها يبعدني على لا ميسيون؟ خير ليا وخير ليك. يا خير ليا واش من خير؟ ها فهميني واش الخير؟ ها نهار الاول كنت تحلي مهدي كوني خيرك ديني معاك ودروكي وليتي شيف تاع لا ميسيون وليت خير مهدي واخر. ياك على بالك ما راكش قادر على هاد لا ميسيون، راك تخلط من الاول ما بين بيرسونيل وبروفيسيونيل، تخلط هذا ما راحش يفيدنا في لا ميسيون تاعنا. جبد روحك خير لينا كامل. سمع وليت انا ماشي بروفيسيونيل وخلط نعرفوا بعضنا غاية، وانا تبان لي باللي انتي اللي خلطتيها خلطتيها وشبكتيها باش يخلالك الجو وديري كيما تبغي انتي وعيسى الزياني ما كاينش اللي يشوفك. شوف زيد كلمة واحدة واحدة بركة نعاود ندخل للشيف ونحكي له كل شيء. إذا نسيت أنا نفكرك باللي هذيك الليلة رحت بلا ما نعطي لك أنا لوتوريزاسيون، كنت قتلونا ولا كش مصرى فينا. علاش؟ باسكو مسيو مهدي يوجع قلبه كي يشوف منال مع عيسى. يوجعني قلبي بس على بالي شي كاين، وفهمتك وفهمت الشاف ونعاود نفهمها لك بلي هذاك النهار وصلتك على الدلتم وما ينزلش عليا الوحي باش نعرف بلي كاين ناس راهم يستنوا فيكم تم. وعلى بالي غاية شرك ديري، وعلى بالي غاية علاش بعدتيني. معليش انت على بالك واش درت وانا على بالي واش درت. من اليوم هاد لا ميسيون راك خرجت منها، انساها وانساني انا تاني. ربي سهل عليك. يا خويا ماكش قادر غير يا خويا. انا شي باكو شي كلمه شويه ستريس ماشي غير لا انا نشوف فيك في الايامات ما راكش مليح. داني نورمال شيخ. لا ما راكش مليح. اش عندك؟ ما عندي والو شيخ نكمل. لا ما نكملش كعيان. روح ريح مروان. روح ريح روح ريح وخمم في الهضره اللي هضرتها لك. ياسين معليش سلفي من بعد خويا. هاكا ندير مع لي فانتاك؟ لا شيخ عايش. السلام عليكم. السلام. سي عبد القادر. نعم. شكون معايا؟ معك لوفيسي حكيم. شرفين. كنولو السلام عليكم كيف تمشي؟ الحمد لله. سقيتك في هاد الشغل دروك راني تشوف فيها غير لله نجم نشوف من بعد نخلي لك البيرو تاع التليفون وتعيط لي كاش مشكل. التليفون عندي. عندك تليفون؟ صح تعيط وتجي عندي البيرو ولا نديك المزرعه خير.
زمان دير مشيت عين فديك اللحظة بغلقت عليها قلت له قلوبنا وحنا حيين في يوم ولينا غابت النية ياك العبرة بالخواتين حقي نتيه منك يا دنيا فقت في ناس راهن تبعمني في الاخر هرماوني في النار هالدنيا واحرة والوقت يوري حتى الحمام اللي ربيته طار والقريب اللي ضربني في داري خلصها غالية وتنصفني باش تكون لجند لازم تخلي بصمة باش تخلي بصمة لازم تولي مشهور باش تولي مشهور لازم يكون عندك بزاف انترنت باش يكون عندك بزاف انترنت لازم يكون عندك عرض أسطوري العرض الأسطوري هو جيزي لجند ب 2500 دينار استفاد من 100 جيجا انترنت ومكالمات غير محدودة نحو جميع شبكات النقال والتابع في ذو مع جيزي لجند انت هو الأسطورة كي تكوني صغيرة قاع يحبوا يلعبوا معاك بصح انتي حابة تلعبي غير بهاد الجوي دوك تبدأ المغامرة وقيلة رايحة بترفتك فوالا لعبيها راقدة روحي حاجة ما تحبسك راكي قريب تلحقي ماشي وقتها زيا كاين كان بيبي الحفاضات الوحيدة بتكنولوجية ليكلوك توفر حواجز أمامية وخلفية مانعة للتسرب لتضمن حماية إضافية ضد التسربات هكذا راحتك مضمونة وعائلتك مهنية لكل طفل كان بيبي اليونان صنعوا أحسن ياوغت في العالم أكثر من مجرد ياوغت قوام كريمي وناعم ما كانش كما هو اكتشفوا أويكوس الجديد الوصفة اليونانية لدانون بنعومته الفريدة من نوعها على طبقة من الفواكه اللذيذة للحظة متعة تستبنها وتشاركها أويكوس أفضل وصفة لدانون في العالم اكتشفوا الآن أويكوس الجديد بقطع اللوز نعومة وحدها وبنة ما كاش كما هي احنا ليزالجيريا مصغرنا طموحين بإرادتنا نبنو مستقبلنا نطيحوا نوقفوا عشان دايما نوقفوا هكذا كبرنا فرحتنا عمرها ما تنقص مهما واش صرا احنا ديما نخمو للقدام بلا ما ننساو منين بدينا واللي تربينا عليه من صغرنا حتى ولينا شاطرين وديما نفتخروا بشطارتنا نجربوا نعاودوا حتى نتعلموا وما نكونوش دي سالجيريان تاع الصح بلا لمتنا العزيزة خلينا نعيشوا كل لحظة مع أحبابنا ونخليوا ليطاش على أومو أومو عيشها كيما تحب يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كان بيبي لكل طفل كان بيبي يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أويكوس أفضل وصفة لدانون في العالم باش نعيشوا كل لحظة مع أحبابنا ونخليوا ليطاش على أومو يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أومو أومو عيشها كيما تحب مع جيزي ليجند
استفيدوا من 100 جيجا انترنت واستمتعوا بسهراتكم الرمضانيه.